على فكرة اللي بقلك كتير، انت عم تفكر تلبسه بافتتاح المسلسل ولا مش عن صور المجلة؟ اعطيني الجاكيت. هذا رسمي كتير لصور المجلة. بالعكس انا بلاقي كتير حلو. يلا لشوف البس الجاكيت. هيك طلع احلى. معناتها بترك لك الخيار لطقم السهرة. إذا ما كنت مسافرة أكيد أنا بختار لك إياه. لوين بدك تسافري؟ أنت بتعرفني بمل وما فيني أقعد، مليت من الشغل واشتقت كتير للدراسة. عم فكر روحها لميلانو. لك أي ملل هاد؟ المحل جديد وبعدين بميلانو شو بدك تعملي؟ بدي أعمل ماستر، يمكن أشتغل هنيك ويمكن أكون مبسوطة أكتر. وما رح أرجع إلا حسب الظروف. لا مو هيك. عم فكر روحها لميلانو. بدي أعمل ماستر، يمكن أشتغل هنيك. لعمة. ويمكن أكون مبسوطة أكتر. وما رح أرجع إلا حسب الظروف. تفضل. جان بيك، أهلا وسهلا. حابب تاخذ ساعة يا بيك؟ لا، خاتم زواج. أهلا وسهلا. آسفة تأخرت عليك. يي، ليش ما في حدا هون؟ إلي من الصبح ما أكلت شي، والله رح أموت من جوعي. تفضلي. شكرا. شكرا إليك. عايدة. عايدة، خبريني، البنت حلوة؟ والله هالبنت بتاخد العقل. ايه طبعا، ما راح تكون بشعة. لا تضلوا تحكوا كتير عنا شغل. الخاتم وينه؟ تفضل شيف. لا ما راح اتحمل ما اشوفه. اعطيني يا بدي حطه على صحن الحلو، ما بدنا نتأخر. شيف بس دقيقة لنشوفه. مو معقول، شو حلو كتير. خلينا نصور الخاتم. رح نزله على الانترنت فورا ورح اعمل تاج لجان تيكين. مفاجأة الموسم، جان رح يتزوج. شوفي على الواقع طلع احلى بكثير. نزل الصورة فورا. بس مو مبين وش البنت. انتو شو عم تعملوا هون؟ بس يلا شوي. رجعوا على الشغل. يلا يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإطارات لتكون اول من يشاهدها.